مرحبا. ظاهرة غريبة بتحدث بعالم الأشجار بتعطيها شعور الخجل، لهيك سميت خجل التاج. ويمكن ملاحظة هالشي عند النظر لأعلى بعض الأشجار، فمنلاحظ كيف تتجنب أوراقها وفروعها الطرفية التلامس مع أوراق وفروع أشجار أخرى بجوارها. وبين العلماء سبب هالظاهرة هو القمم المرتفعة للأشجار بتكون حساسة للضوء وبتلامسها مع الأوراق المجاورة، فكمية الضوء الواصلة إلها بتقل وقوعها بالظل وبتبتعد عنها وبتشكل حد فاصل بيناتهم. منتقل نشوف كيف عم يكون الطقس. عم يكون الجو بارد نسبيا وغائم جزئيا مع فرصه لها تزخات متفرقه من المطر، كما عم تبقى درجات الحراره حول معدلاتها لمثل هالفتره من السنه. رياح شماليه غربيه بين الخفيفه والمعتدله عم تنشط احيانا والشرقيه بالمناطق الغربيه والجنوبيه، وعم توصل سرعتها لل 25 كيلومتر بالساعه. الرطوبه عم تروح بين 50 وال 85%، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجه حراره المي 23 درجه. من ثلاث طقس العاصمة دمشق عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا وعم تسجل العليا 14 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية. بسويد عم يكون طقس بين صحو والغائم جزئيا وعم تسجل العليا 13 درجة. درعا عم تتراوح بين 6 و19 درجة، وبالقنيطرة عم تتراوح بين 8 و15 درجة. رح ننتقل على المنطقة الوسطى على حمص اللي عم تكون طقس فيها كمان غائم جزئيا وعم تسجل العليا 16 درجة، أما بحما عم تسجل العليا 15 درجة. بالمنطقة الساحلية بطرطوس عم يكون طقس غائم جزئيا، باللاذقية عم تروح بين 12 و19 درجة، بلواء اسكندرون عم تسجل عليا 15 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم يكون طقس فيها بين صحو والغائم جزئيا وعم تسجل صورة 7 درجات، بحلب عم تروح بين 6 و14 درجة. أخيرا رح ننتقل على المنطقة الشرقية على الرقة، عم يكون طقس فيها بين صحو والغائم جزئيا وعم تسجل عليا 15 درجة، أما بالحسكة عم تروح بين 6 و15 درجة، وأخيرا بدير الزور عم تسجل صورة 8 درجات. أخبار الطقس اليوم خلصت، لأقولي بكرة وبخير.